ما حكينا عن الحرب، إنه ما حكينا مزبوط عن الحرب، كأنه في شي بعده علقان، وفي عقد كتير بتضل تظهر من وقت لوقت. وقت خلصت الحرب بعد 15 سنة طمرناها، خفيناها مثل ما خفينا المعابر وخطوط التماس يلي للحقيقة خيالاتهم بعدها موجودة وقصمتنا، بس الناس بقيت ساكتة. من بعد 32 سنة عن نهاية الحرب قررنا نسأل يلي عايشة شو بيتذكر منه، بغض النظر وين امتين ومع مين. قررنا نرجع بالذاكرة ونسجلها. كانت الحرب لقلنا غامضة باهتة وخطوطها مش واضحة، صارت لوحة مليانة تفاصيل ألوان وأحاسيس. فهمنا أنه هالخمستعشر سنة ما كانوا كله نقواص ومعارك، كان في حياة مكملة أو عم تجرب تكمل. فهمنا تأثير الحرب على أهلنا وعلينا. من بعد ما سمعنا كل هالقصص حسينا حالنا أقرب، أقرب من المناطق، أقرب من الناس. لقينا حالنا على زيت المسافة من الكل. تفاجأنا قديش هالتجارب تشبه بعضها. نقدم لكم معبر البودكاست.